TWNFM 91.2. أنا دعيت لهذه الندوة وللحديث عن الأوضاع العربية الراهنة، للحديث عن تونس وتجربتها الديمقراطية، تجربتها في النهوض والتعايش وتجنب كل الأخطار التي ألمت في بعض دول الربيع العربي. طبعا أنا سعيد جدا أن ألتقي بالنخبة الثقافية التونسية في هذا اللقاء وأن نتبادل الآراء فيما بيننا. وأنا شخصيا يعني عندي محبة خاصة لتونس، أفضل دائما أن آتي إلى هذا البلد. هذه الثورات العربية اللي هي بدأت عفوية ومحقة وشرعية، يعني حقيقة شكلت انقلابا في الوعي العربي وخلطت الكثير من الأوراق وبدأت تتضح بعض الملامح. هناك من يقول لهذه الثورات خطفت، هناك من يقول أنها قتلت، هناك من يقول أنها فبركت. فأعتقد هذا يعني سيظهر أثره في الثقافة العربية في المستقبل. لكن يعني حجم الحريات الذي أو التي اجتاحت معظم مناطق الوطن العربي بعد هذه الثورات بدأت تخلق حراكا ثقافيا غير مسبوق، إذاعات، تلفزيونات، وسائل تواصل اجتماعي. ففي تقديري يعني من المبكر الحكم على هذه النهضة الثقافية العربية التي بدأت يعني تطل برأسها بقوة وتختلف اختلافا كليا عن المرحلة السابقة في الثقافة العربية. نحن أمام مرحلة جديدة. كان في لقاء معها في إطار ندوة المدن المراقبة والذكية، وكان لازم باش نعملوا لقاء مع المثقفين لأنه وقت حل قامة فكرية وإعلامي بحجم عبد الباري عطوان أكيد يجب أن يكون فما حوار بينه وبين المثقفين والإعلاميين. مش تتواصل يعني اللقاءات هذه، مش يكون معنا وسيم الأعرج نهار 4 مارس وهو كاتب جزائري معروف، وسلسلة صفاقس ومقامات فكرية عربية مش تتواصل إن شاء الله مع مندوبية الشؤون الثقافية بصفاقس. طبعا اليوم بالفعل اللمة كبيرة ولمة حلوة، تجمعوا فيها المثقفات والمثقفين من جهة صفاقس، أكيد عدد كبير واكب اللقاء مع عبد الباري عطوان المثقف العربي. أكيد أنه كل غريب عنا يجلب الانتباه ويجلب الحاضرين والحاضرات من أجل الاكتشاف، من أجل الرؤية المباشرة، من أجل أنه نسمعوا منه مباشرة، من أجل أنه نحاور. أكيد أنه هذا ما يعنيش وأنه صفاقس ولا تونس ككل ليست بها الخبرات الكافية والدكاترة والمثقفين والمثقفات اللي قادرين وقادرات باش يخوضوا في مواضيع مماثلة، ولكن فقط هو بمناسبة أنه توجد في تظاهرة في نشاط، فما جمعية خاصة ارتأت أنه تستضيفه هو، فما ثمش علاش لا أنه التبادل اللي يتم، وما ثمش علاش أنه ما يتمش التبادل الثقافي هذايا والتبادل مع الأفكار والطروحات اللي يطرح فيها. النجم يعطينا صورة ساعات نقولوا بائسة لما عليه العالم متاعنا اللي عايشينه في واقع الأمر، مش حتى العالم العربي، لأنه الأزمة اليوسفية هي أزمة حضارية تنجم تصير في أو مواطن أخرى من الأرض. الندوات هذه ضرورية. لماذا؟ لأنه هناك شكل للبروز الفردي وشكل لبروز الأفكار، لابد من أدوات.